بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا، حياكم الله في هذا الدرس الجديد للصف الرابع الابتدائي، مادة العلوم، الفصل الدراسي الأول. عنوان درسنا لهذا اليوم: الخلايا، كيف تنتظم الخلايا. تقديم أخوكم سعيد بن حسين اليان، حياكم الله وعلى بركة الله. نبدأ. أهداف هذا الدرس المتوقع تحقيقها: توضح مفهوم النسيج، تقارن بين العدسة المكبرة اليدوية والمجهر. هذه هدفين: توضح المفهوم والمقارنة بين العدسة والمجهر. لو تأملنا في الصورة التي أمامك، نلاحظ أن دائما عندنا الملاحظة والتأمل، النظر، التساؤل من أهم الطرائق العلمية، أو من أهم خطوات الطرائق العلمية. فيجب عليك أخي باحث العلم ومتعلم العلم أن تستفسر وتسأل وتناقش. عندنا هذه الصورة عبارة عن مجموعة من الأشجار أو الشجرات الصغيرة مزروعة داخلها التربة، وموجود الجذور المثبتة لهذه الأشجار. لكن سؤالنا: ما هي وظيفة خلايا الجذور في داخل النباتات؟ لم نسأل عن ما هي وظيفة الجذور، احنا سألنا عن وظيفة الخلايا، لأن دروسنا كلها عن الخلايا، خلايا الجذور. احنا بناخذ هذه الوظائف، ما هي أبرز الوظائف التي تتوقع أن تحصل عليها؟ افرض الفرضيات. نعم، افرضوا الفرضيات وابدوا جربوا هذه الفرضيات. إذن هنا عندي وظيفة الخلايا تقوم بامتصاص الماء والأملاح المعدنية، تمتص الماء والأملاح المعدنية اللي موجودة في التربة، تنقلها إلى الساق والأوراق. لاحظ معي الآن الماء والأملاح المعدنية، هذه الخلايا اللي هي خلايا الجذور لا تستطيع صنع الغذاء لهذه الشجرة. معلومة مهمة جدا وركز عليها. إذن خلايا جذور النباتات هي لا تصنع الغذاء. لماذا لا تصنع الغذاء؟ لأنها لا تحتوي على مادة الكلوروفيل، وبذلك يوجد خلايا أخرى في النباتات تقوم بصنع هذا الغذاء. إذن معلومة مهمة جدا أن وظيفتها امتصاص الماء والأملاح المعدنية. الكثير منا يتوقع أنها تقوم بإمداد النبات بالغذاء، هي فقط امتصاص الماء والأملاح المعدنية الموجودة في التربة ونقلها إلى النبات. وضحت وظيفة خلايا الجذور في النباتات. إذن الخلايا مهمة جدا، وقلنا هي أصغر تركيب في الكائن الحي. سؤال: كيف تنتظم الخلايا؟ ما هي مستويات التنظيم؟ إذن هنا عندي مفهوم الخلايا، نريد أن نعمل لها عملية تنظيم. إذن لو تلاحظ هذا الرسمة اللي موجودة معي الآن، هنا بدأت بالخلايا. إذن هذا الشكل بدأ بالخلايا اللي موجود عندي، وهي عبارة عن نسيج. مجموعة الخلايا اللي موجودة معي كونت ما يسمى بالنسيج، خلايا متماثلة تتفق مع بعضها البعض فكونت وتآزرت فكونت ماذا؟ النسيج اللي موجود عندي. إذن هذا بالنسبة إلى
الخطوة رقم 2، إذا الخلية هي أصغر تركيب في المخلوق الحي، قد يكون من خلية، قد تكون مجموعة من الخلايا. مجموعة الخلايا المتشابهة والمتماثلة كونت لي النسيج. مجموعة الأنسجة المتماثلة كونت لي العضو. العضو هذا عبارة عن ماذا؟ يا شباب، العضو هذا عبارة عن القلب. ممتاز، أحسنت. إذا هذا هو عبارة عن قلب الإنسان، قلب الرياضي اللي موجود معي لو سحبناه من هنا. إذا مكونات الخلايا، وهذه الخلايا هي عبارة عن خلايا عضلية، كونت مجموعة من هذه الخلايا، كونت مجموعة من الأنسجة. مجموعة من الأنسجة المتماثلة كونت لما يسمى العضو، ويقوم بوظيفة محددة. إذا وظيفة القلب الآن هنا لو سألنا السؤال، ما هي وظيفة القلب؟ نريد إجابات. كل واحد قلبه ما شاء الله يدق عنده الآن، إذا ما هي الوظيفة التي يقوم بها القلب؟ هي عبارة عن ضخ الدم خلال الجسم، يقوم بضخ الدم خلال الجسم. هذه من أبرز الوظائف التي يقوم بها القلب. احنا لا نريد الكثير من المعلومات بقدر ما نريدكم أن تعرفون التنظيم لهذه الخلايا. خلية ممكن أن تكون مجموعة من الخلايا، مجموعة من الخلايا المتماثلة تنتقل لتكون لنسيج، مجموعة من الأنسجة المتماثلة والمتراكمة مع بعضها البعض تكون لي عضو، مجموعة من الأعضاء تكون لي ماذا؟ لو جينا الآن مجموعة الأعضاء هذه تكون لي ماذا؟ نتعرف عليها فيما بعد. هنا الآن سؤال تقويمي، مجموعة الخلايا التي تقوم بالوظيفة نفسها تشكل معا، مهم جدا. لاحظ معي، قال مجموعة ايش؟ خلايا. مجموعة خلايا، إذا ما دام عندي مجموعة من الخلايا تقوم بوظيفة محددة فهي تشكل معي ماذا؟ هل ألف نسيجا، باء خلية، جيم عضوا، دال جهازا حيويا؟ تجاوبون ولا نرجع للشريحة السابقة؟ ما شاء الله كلهم مستعدين للإجابة. إذا هي عبارة عن النسيج، أحسنتم. إذا مجموعة الخلايا التي تقوم بالوظيفة نفسها نسميها نسيج، متماثلة متآزرة مع بعضها البعض فكونت النسيج. الأعضاء والأجهزة، لاحظوا معي، قبل قليل قلت لكم سؤال وقلت سوف نجاوب عليه، قلت لكم مجموعة من الأعضاء ماذا تكون. إذا لو جينا الآن إلى العضو، أخذنا النتيجة قبل قليل، قلنا مجموعة من الخلايا المتماثلة. لو جينا الآن إلى العضو، هو مجموعة من الأنسجة تقوم معا بأداء وظيفة محددة. مجموعة من الأنسجة مثل القلب تقوم بوظيفة محددة، تقوم بوظيفة محددة اللي هو ضخ الدم إلى جسم الإنسان. الآن نأتي إلى مفهوم آخر اسمه الجهاز الحيوي. الجهاز الحيوي هو عبارة عن مجموعة من ماذا؟ مجموعة من الأعضاء تقوم معا بوظيفة أيضا محددة. لاحظ معي هالشخص، نطرح عليه سؤال، هالصورة ما هي أعضاء الجهاز الدوراني؟ يلا يا شباب، أخذت الأجهزة في جسم الإنسان، الجهاز الهضمي، الجهاز العظمي، الجهاز الدوراني، جهاز الإخراج، مجموعة من الأجهزة. الأجهزة مجموعة من الأعضاء. إذا ما هي أعضاء الجهاز الدوراني؟ ماذا تتوقعون؟ تعرفنا قبل قليل على عضو منها، مجموعة من الأعضاء تكون للجهاز. أبرز الأعضاء هو القلب. لا
لاحظوا معي هو ايش؟ القلب، وايضا الأوعية الدموية اللي موجودة حولها. الأوعية الدموية عبارة عن شريان وأوردة، الأوعية الدموية، وأيضا الدم الذي ينتقل عبر هذه الأوردة والشرايين. إذا ثلاث أعضاء تكون الجهاز الدوراني: القلب، وأيضا الأوعية الدموية، وأيضا الدم الذي ينتقل في جسم الإنسان. هذه كلها نسميها أعضاء الجهاز الدوراني. إذا الجهاز الدوراني يتكون مجموعة من الأعضاء. الأعضاء يتكون مجموعة من إيش؟ الأنسجة التي تقوم بوظائف محددة. دروسنا سهلة ما شاء الله، وأيضا أنتم مستعدون لها استعدادا جيدا. نأخذ السؤال التالي، ركز في هذا السؤال، السؤال هذا مهم جدا. الترتيب الصحيح لأجزاء المخلوق الحي المتعدد الخلايا من الأصغر إلى الأكبر، هذه أهم نقطة في السؤال. ترتيب صحيح من الأصغر إلى الأكبر، ما هو هذا الترتيب الصحيح؟ أولا خلنا نأخذ أول نقطة، أصغر مكون في جسم الإنسان أو أصغر وحدة بناء في جسم الإنسان ما هي؟ كلكم معي، ما هي؟ هي عبارة عن إيش؟ الخلية، صح ولا لا؟ إذن هذه مرحلة الانطلاقة اللي موجودة معي، وبعد ذلك أبدأ إيش؟ أقوم بمواصلة. إذن لو جينا الآن ألف، النسيج، العضو، الخلية، الجهاز الحيوي. باء، الخلية، النسيج، العضو، الجهاز الحيوي. جيم، العضو، النسيج، الخلية، الجهاز الحيوي. دال، الخلية، العضو، النسيج، الجهاز الحيوي. إذن هنا الألف يبدأ بالنسيج وجيم يبدأ بالعضو، هذا يستبعده. أجي الآن إلى اللي يبدأ بالخلية، الفقرة باء تبدأ بالخلية والفقرة دال تبدأ أيضا بإيش؟ بالخلية. قلنا مجموعة من الخلايا وش تكون عندي؟ يا شباب، ممتاز، نسيج. مجموعة من الأنسجة ماذا تكون؟ أعضاء. مجموعة من الأعضاء ماذا تكون؟ جهاز حيوي. إذن هذه هي الإجابة الصحيحة اللي هي باء، نظرا لأن ترتيبها من الأصغر إلى الأكبر. فخلية، مجموعة من الخلايا كونت نسيج، مجموعة من الأنسجة كونت عضو، مجموعة من الأعضاء كونت الجهاز الحيوي. ما شاء الله مركزين، أحسنتم، بارك الله فيكم. كيف يمكن مشاهدة الخلايا؟ خلايا ممكن أنا أشاهدها. في ناس يقول والله أنا بأخذ لمشاهدة الخلايا اللي موجودة عندي العدسة اليدوية، واحد آخر بيقول لا أنا أبغى المجهر. إذا ما هو الفرق ما بين العدسة اليدوية وأيضا المجهر؟ كلها العدسة اليدوية والمجهر كلها تستخدم في ماذا؟ تستخدم في رؤية الأشياء الصغيرة، كلها تستخدم في رؤية الأشياء الصغيرة، وبذلك تبدو من خلالها بأنها أجسام كبيرة. لكن لو جيت الآن أريد دراسة البكتيريا مثلا أو دراسة فيروسات، هل ممكن أحصل عليها عن طريق العدسة اليدوية؟ هاي شباب، هل تفيدني فيها العدسة اليدوية؟ هي كبرة، لكن لما أجي للمجهر الذي يكبر آلاف المرات مقارنة مع العدسة اليدوية، فبذلك أنا أفضل أستخدم المجهر، حيث أنه يقوم بعملية تكبير الأشياء وتضخيمها بشكل ممتاز، وبذلك أنا أقدر أخذ عليها وأعطي النتائج والدراسات الجيدة التي ممكن أن توصلني إلى نتائج صحيحة.
إذا أشاهد الخلايا من خلال إما عدسات يدوية أو مجهر، لكن لما أجي أنا أستخدم المجهر فهو أفضل لأنه يكبر لي آلاف المرات مقارنة مع العدسة اليدوية. ما فائدة استخدام المجاهر في المستشفيات؟ لماذا يعني؟ تروح أنت للمستشفى تلاحظ أنهم يستخدمون بعض المجاهر الإلكترونية في الدراسة. لاحظ معي هل الشكل أو الصورة هي عبارة عن صورة مكبرة آلاف المرات لفيروس الإنفلونزا، أقانا الله وإياكم شر إن شاء الله. أيضا الشكل رقم 2 مكبر للبكتيريا العصوية التي أيضا تسبب بعض الأمراض مثل التيفويد. إذا هنا عندي أستخدم المجاهر لماذا؟ لدراسة مسببات الأمراض، للكشف عنها، أكشف عن الأنسجة التالفة أو الأنسجة المصابة في جسم الإنسان. إذا أنا ممكن أني أستخدم المجاهر في المستشفيات لدراسة ماذا؟ الكشف عن مسببات الأمراض أو الكشف عن الأنسجة التالفة أو المصابة حتى. ممكن تكون تالفة، ممكن تكون إيش؟ مصابة. إذا المجاهر مهم جدا استخدامها في الحياة، وبذلك يتم التعامل معها بشكل كبير جدا. نجي الآن هنا، لماذا استخدم العلماء المجاهر؟ يلا يا حلوين، يلا يا علماء، يلا أيها العلماء الصغار، لماذا استخدم العلماء المجاهر؟ هنا الآن يستخدمون العلماء المجاهر لكي يقومون بدراسة المخلوقات المجهرية، المخلوقات المجهرية الصغيرة جدا التي لا ترى بالعين المجردة، لا يمكن أني أنا أراها بالعين المجردة، فبذلك استخدمها في المجهر، استخدمها في الأبحاث ودراسة المخلوقات المجهرية. من هذه المخلوقات البكتيريا والفطريات، وبذلك هذه البكتيريا والفطريات من الكائنات الحية التي تعيش، لكن لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وبذلك لا بد من استخدام ولا حتى يمكن العدسات اليدوية المكبرة العادية. فبذلك أنا أستخدم هنا أو يستخدمون العلماء بشكل كبير اللي هي المجاهر في هذه الدراسات. نأتي الآن نلخص درسنا. لاحظتوا الآن معي الدرس سهل ويسر ما شاء الله. إذا نلخص درسنا بأن هناك خلية وهي أصغر وحدة في تركيب المخلوق الحي. مجموعة من هذه الخلايا المتماثلة كونت لي النسيج. النسيج مجموعة من الأنسجة كون لي العضو. مجموعة من الأعضاء اللي موجودة عندي كونت لي ماذا؟ الجهاز إيش؟ الحيوي. إذا الجهاز الحيوي هو عبارة عن مجموعة من الأعضاء، بينما العضو هو مجموعة من الأنسجة، النسيج هو مجموعة من الخلايا. الخلايا هنا أو الخلية هي أصغر وحدة في بناء المخلوق الكائن الحي. قد تكون خلايا وحيدة مثل البكتيريا، وقد تكون متعددة أو ملايين الخلايا مثل بعض الكائنات الحية الأخرى. هذا ملخص بسيط لما تم التعرف عليه، بالإضافة إلى أهمية المجهر في دراسة في سواء كان في المستشفيات أو في الأبحاث واستخدامه في من قبل العلماء. نعطيكم الآن واجب، نرجو منكم بعد قراءة هذه والاطلاع على هذه المحتويات العلمية القيمة، وأيضا الرجوع إلى كتابك في البيت، ممكن أن تقوم بعمل مطويات. هذه المطويات تنظم فيها الأفكار اللي درستها. إذا اعمل مطوية المبينة هنا في الشكل، ولخص فيها ما تعلمت عن الخلايا. هنا ما أحط معي الآن ما تعلمت عن الخلايا. في عندي مخلوقات حية، في
في عندي خلايا نباتية وخلايا حيوانية، أخذناها في الدروس السابقة، وأخذنا أيضا الآن الأنسجة والأعضاء وإيش والأجهزة. إذا هنا عند المخلوقات الحية، ما هي الخلية فيها؟ الإنسان والحيوان والنبات، الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية، ما هي أوجه الشبه وأوجه الاختلاف، ما هي عبارة النسيج والعضو والجهاز المقصود بها، وقد تجد هذه أيضا مطوية في صفحة 31. بعد ما تخلصها إن شاء الله تعمل المطوية هذه، تقوم بجمعها مع الواجبات ومع ما تقوم فيه، وتضعها في توضع في ماذا؟ في ملف الإنجاز. توضع في ملف الإنجاز، يا ليت أن كل واحد منكم يضعها في ملف إيش؟ الإنجاز الخاص فيه بعد ما يقوم بعمل مطوية. وهذا مراجعة للدرس كامل، درس الخلايا أنت بتقوم بعملية إيش؟ مراجعته بشكل كبير جدا، ثم ضعها في ملف إيش؟ الإنجاز بإذن الله تعالى. أتمنى إن شاء الله لكم التوفيق والسداد والنجاح، ونراكم إن شاء الله علماء مبدعون تقودون بناء هذا الوطن بإذن الله تعالى. وبذلك نصل إلى نهاية درسنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في درس قادم. دمتم بألف خير.